من صوت بيروت انترناشونال وعبر شاشة الام تي في. مساء الخير. هي بنت عبدو وعليا نمرة، كان عمرها 6 سنين لما بلشت التمثيل وما زالت مستمرة منذ أكثر من 54 سنة عايشة للفن وبس. ليليان نمرة، أهلا وسهلا فيك بألبوم حياتي. أهلا وسهلا فيك، مرسي كتير ديان. كيفك ليليان؟ ما بحب هالسؤال، ما بحب أسألك كيفك. كيفي؟ ليه؟ ما بدك تقول الحقيقة؟ لأنه ما بعرف كذب، بس حدا يقول لي كيفك شو بقول له؟ يا بعقد كتير منيح يعني. مانك منيحة؟ بحس إنه ما حدا منيح أصلاً، بس أنا دايماً شو ما قلت هلا لازم تعرفي إنه أنا دايماً بقول نشكر الله على كل شيء. يعني مني راضية، بس مني مبسوطة، واللي بقول لك أنا مبسوط هو بكون منافق خبيث كذاب مسيح جوخ. شو اللي مخليك مش مبسوطة؟ البلد ولا ظروف؟ أكيد أنا كل عمري ديانا، من أنا وصغيرة شو ما بيصير بالبلد أنا بتأثر. أنا بنت حرب، أنا هربت من بيتنا كان عمري 10 سنين. أنا لليوم بعد ما بنسى نهار اللي هربنا من بيتنا، بعده قدام عيوني، بعدني بتخيل كل لحظة، كل دقة قلب، بعدني بتذكر كيف فخاضي تجرحوا لأنه نطينا من سور لسور لسور لأنه كنا عم نهرب. من أنا وصغيرة شو ما بيصير بالبلد كنت أتأثر، وطبقت 60 سنة بهيدا البلد وما فليت منه. فنحنا كنا يومين حلو وعشرة مر، واليوم منقول كتر خير الله. واليوم شو مزعلك؟ مزعلني كل الوضع اللي وصلنا له، اللي ما كنا منتخيله. بس على فكرة بدي أقول لك شيء، أول مرة بقولها بمقابلة، لأنه في منهم دغري بقولوا ها عم تتنبأ وعم تتفلسف. أنا كل أصدقائي من 10 سنين قلت لهم أنه واصلين لهون، كان إلهامي، كان عم بيقلني إنه نحنا واصلين لهون، ورغم إني نبهتهم ما نبهت حالي، يعني ما انتبهت حالي، كان لازم صمد شوي مصاري، كان لازم انتبه أكتر. وهيك للأسف يعني ما بدي أقلبها دراما من أول الحلقة، بس لما نحنا جيلنا بلش يرتاح، يوفي ديوناته، يفكر ببكرة، يضبوله قرشين لآخرته، ليكي شو عملوا فينا. ونحنا وصلنا لوقت طلعنا بلا آخرة بهيدا البلد، ورغم كل شيء نحن منحبه. هلا انت بلا آخرة، كل نحن كلنا يعني اللي ولاد جيلنا ولاد الحرب نحن بلا آخرة. يعني للأسف انه في كتير أصدقاء لي من عمري عندهم ولاد، يعني قدهم ما حدا تشحر بالحرب وبعلموا ولادهم السياسة. يعني كمان هيدا بفقاني أكتر أنا وبزعلني. فأنا بقول كل إنسان حر بانتمائه السياسي، بس أنتوا ما متوا ما شفتوا مين ميت. طب أنت بدك تكون تابع يا خي، شو بدك بولادك؟ ارحمهم، تركهم يختاروا حياتهم، لكن إن شاء الله يختاروا الدين اللي بدهم إياه، ما إلكن معهم. صحيح، أنت صاحبت أكثر من 100 لقب، حافظتيهم؟ يا دل كتار، حافظتيهم للمية؟ لا، بس أنه حافظة اللي بحبهم كتير، يعني زعيمة الكوميديا، تفاحة الدراما، بركان من الضحك، ضحكة لبنان، بسمة لبنان، ملكة الكوميديا، سلطانة التمثيل، تلجي بكباية مي بيوم شو، بتخيل هيدا اللقب. الفنان الكبير فهمان الله يرحمه محمود مبسوط هو لقبني. يعني الحمد لله انه انا الألقاب ما انا لقبت حالي، ولا مرة كتبت على على صفحاتي الفنانة ما بعطي لقب لحالي، كل الألقاب الصحافة الحمد لله اللي عطوني اياهم، والناس يعني الناس بيعطوك ألقاب. وأجمل لقب هولي فوق كلهم أنا بحبهم، لما حدا يقول لي منحسك من بيتنا، منحسك من عائلتنا، هيدا أحلى لقب عندي. لما بيقول لي بحسك مثل أمي، لا مش كلهم قالوا لي مثل أمي طلع فيهم وفا، بس أنا يعني أجمل شيء لما بمشي على الطريق وبيقولوا لي منحسك وحدة منا وفينا، عبر عن ايه ريت شي نهار احد تجي تتغدى عنا. فهيدي الشغلة الوحيدة اللي يمكن بتعطيك بعد شوية امل بحياتي. تستاهلي كل الألقاب. ايه طبعا، انت والصور قصة، لكل صورة في قصة، لكل صورة في قصة. رح نبلش بأول صورة. يلا. قد كان عمرك بهالصورة؟ هون بعتقد يمكن شي 3 أشهر 4 أشهر، مضيع شوية بالعمر، عم زاغر حالي. لا بس انه كان بيك وامك واهل الحي ناطرين تجي البنت. هي واجت البنت، واجت البنت، وراح بي ركض حافي، عيط للدايه 4 إلا ربع الصبح خلقت.
وهيك كان بي بده يسميني على اسم ستي. الله يرحمك يا بي ويرحم ستي. شو كان اسمها؟ نظيرة. صار مشكل بالبيت، رجع قال بده يسمينا على اسم عمتي، لانه عمتي صبية ماتت نهار عرسها بالكنيسة. صار معها عارض، وعارض زعل وقشطت بالكنيسة ماتت. كان بده يسميني على اسمها، كمان صار في مشكل، اسمها مهجة العيون. فخالي ليلتها خالي منصور الله يرحمه، الله يرحمه، صاروا كلهم دنيا الحق. رجع كان حاضر فيلم فرنسي والبطلة اسمها ليليان. فنحن كنا بالخامس ببرج حمود وما في اسانسير يعني ولا شيء، وراكد. فقالت له ركود يا نظيرة يا مهجة، شوف شو بدنا شو بدنا نعمل. قال لا ما راح نسميها الا ليليان يعني. كتر خير خالي يعني، بشكره. طيب بس على الأربعين يوم صار عندك التهاب بالرئة. اي نعم. تغيرت كل حياتك، شو صار معك؟ أخذوني على المستشفى نص الليل وقعدت بالكوفاز 60 يوم، 60 يوم كانوا عم بيعطوني كورتيزون، يعني كانوا عم بيحشوني، كانوا عم بيعلفوني ليوم العيد. فبعد 60 يوم أنا وضاهرة حكيم من إخواننا الأرمن، يعني أنا ما كنت واعي، يعني أمي بتخبرني هالحكايات، قال لها إنه بدك تنتبه على بنتك، يا بدها ينصاب بالنخاع الشوكي يسبب لها بشلل أو بدها تنصح. قالت له أمي شو ما كانت المهم تعيش. إيه وهيك هول الصور بالشعنينة أنا بحبهم كتير، بس هيدي لا هاي الصورة بأول قربانة خي جور. طيب الكورتيزون يلي أخذته عمر صغير هو غير لك حياتك وعطاكي وزن؟ أربعة صار عمري أربع سنين بلشت أنصح. هلا أمي ارتاحت وبي نفسيا إنه أنا بلشت أنصح، يعني ما بقى في خطر إني أتكرسح يعني. تقبلت الوزن الزايد؟ هلا أنا لقلك ليش تقبلته، لأنه ديانا أنا خلقت يعني أنا كبرت وعيت على الدنيا، طلعت بالمرية أنا ناصحة. فأنا بالنسبة لإلي كان هيدا الشيء كتير طبيعي. فأنا لما أشوف حدا ضعيف ياي شو ضعيف. يعني حتى بعدين لما أكبر صرت أخدها بالنكتة، إذا ماشي على الطريق وحدة كتير مثل ستيكة البليار لطشتني إنه إف شو ناصحة ياي شو ضعيفة، إنه ردلها إياها. لا لأنه خلص تعودت يعني. بس لما بلشت وصلت لسن المراهقة بلشت المعاناة عندي، لأنه أنا كتير ربيت على الغنج والدليل واللبس يعني أنا أمي جخختني كتير. يعني تنطر كل العيلة تشوف شو جايبين تياب لأولادهم بالشعنينة لتجيبك، وتروح تتفرج شو جايبه، وتروح بالليل تفتح المحلات بالحمرة ايه حبيبتي وبالأشرفية وهي لتجيب لي أحلى فستان للشعنينة. فأنا خلقت بحب اللبس، فاروح على المحلات لجيب تياب ما لاقي عقياسي ولادي. فانا صرت دام قبل عمري، كبرت بكل شيء. هذا شو زعجك؟ قطعتي بالمدرسه هي اللي خلتني اترك المدرسه. كرمال هيك تركت المدرسه. المعلمه تكون مغرومه بتروح تحكي، ما كانش في موبايلات، بتروح لمعلمه تحكي مع رفيقه حبيبه يعني على بأوضة الناظرات، اوقفني على اللوح. يعني انا قبل بوقت من عمري كبرت، كبروني. يعني امي بل تروح على التصوير، كان عمري 9 سنين فتح المطبخ انا اطبخ، تحضر لي كل شيء وتعلمني كيف بدي اطبق الطبخه ليجوا اخواتي من المدرسه. يعني كان عمري 10 سنين عربشت لانشر الغسيل بالطابق الخامس، وصار في كارثه بالحي، صار يقولوا حتى امك تعاطت معك على اساس انه انت حدا كبير كنت بعدك صغير. لانه امي اضطرت، امي اضطرت لانه ما في مين يساعدها بالبيت يعني. وكانت امي ما تنسى عليا مره جبليه. يعني امي تربيت رهبات، يعني بنتي لازم تطرز وتخيط وتكنس وتمسح وتجلي، لازم هو كلهم، وكلهم هيدول جربت تعلمني اياهم من انا وصغيره. من عمري صغير. ايه يعني وفعلا طلعت، يعني دائما كل يوم بقول بشكر الله على امي، علمتني قصص يمكن ما كنت تعلمتها لو ما هي. يعني انا اليوم بخيط بطرز برسم كل الاشغال اليدويه تقريبا بعملها. يعني البدانه هي اللي خليتك تترك المدرسه. تعرضت لتنمر معين؟ ايه اكيد. زعجك؟ ايه لكن بالزمان ما كان في هذا التنمر كثير على البدانه. يعني انا لما بلشت اكبر كان صار يصير تنمر علي اكثر، وانا ما كنت اكل طلطيش على الطريق او على طاولات على العشاء او شيء من الرجال قد ما كانوا النسوان يلطشوني. ايه يعني انا كنت التنمر اجاني من النساء اكثر بكثير من الرجال. شو كانوا يقولوا؟ يعني مثلا نكون قاعدين على الطاوله، ياي كثير نصحانه، كون قاعده مع على الطاوله
عرفتي يعني التنمر بطريقه مزاجي مثلا ايه مثلا كان بالاول اسكت يعني ازعل انه يعني ما او مثلا تفتح السيره ما قالها المدرسه معني. حدا انزعجك من التلاميذ زملاء لإلك؟ انا ليك الصبيان كلهم كانوا يحبوني والبنات انا كنت طبوشة شو عملوا فيك البنات؟ البنات كانوا يغاروا مني لانه من انا وصغيره بقلد بالمدرسه وبغني يعني انا بلشت موهبتي كثير بكير فكنت حسن انه يطلعوا فيي هيك بنظره مزبوط بس كان عندي رفقه مزبوط كتير. مره ربطوك على العمود بالمدرسه ايه هيدي ربطوني على العمود لانه شفت الاستاذ عم ببوس المعلمه بالصف وانا كثير صغيره وقلبي طيب ما فهميني شيء من شيء يعني ما يعني هو كان عم ببوسها بتمه يعني عرفتي يعني كان زاركها باللوح فانا طلعت لا اخذ الشنطه طلعت وضليت نازله يعني انه سوري ما تاخذني فدغري هن قال انه عم بيستدركوا الامر لفقوا لي ما احكي ايه وانه انا ميشانت وكذا وهيك فربطوني بالملعب تا انه تا يخوفوني ويقولوا للاولاد انه انا مش منيحه اذا حكيتي شيء ما يصدقوني حتى ما يصدقوني بس تاني يوم المدرسة تكسرت يعني مين كسرها؟ بيي وشباب الحايلة وشي 160 شاب من إخواننا الأرمن برج حمود ومن وقتها تركت المدرسة؟ لا أنا تركت المدرسة بسبب الحرب مش لسبب التنمر ولا شيء اضطريت أترك المدرسة كرمال خيي توني يعني يكمل علمه لا يقدروا أهلي يكملوا له علمه بس أنا كملت وكان في مدرسة لغات حدنا كملت عملت انجليش سكرتاريا تعلمت يعني انا كمان هيدول يفيدوني هلا بعدين لما طلع الكمبيوتر يعني بلعب بعجبك يعني يعني ضحوا فيكي كرمال توني يتعلم هن ما قبلوا انه يضحوا فيي هن امي وبي حاولوا كتير يعني انا اليوم بندم اكيد بندم ندم كتير انت اللي طلبت هالشيء ايه ايه يعني دايما في حدا بالبيت بده يضحي مثل انه بالاخير اللي بيبقى اعزب ببيت اهله هو بيضحي مع اهله انت ضحيتي بحالك ايه وانا ضحيت كمان بحياتي كرمال اهلي لانه بالنهايه انه انت لما بتكوني لحالك بالبيت عمين بدك تكبي اهلك لمين بدك تتركيهم واخواتك اتجوزوا وعندهم عيال ما فيك تحمليهم مسؤوليه فوق مسؤولياتهم كمان فبيبقى الحمل كتير تقيل يعني ايه صورة جديدة صورة العائلة ايه هاي بالشعنينة كمان امك وبيك واخواتك ايه البابا وجورج وإلي والماما ميشيل انا بالنص وطوني في كتار بغلبته بفكروا اخر واحد انا لانه طوني هيك كان بعده كتير صغير ومفتفت بس قدي حياة البنت صعبة بين شباب كتير بوقتها ايه ما لم اخبرك أنا لسار عمري 10 سنين لسمحوا لي أنزل على الدكانة ممنوع أنزل على الدكانة وبأي عمر عرفتي إنه المرأة بتحبل تجيب أولاد؟ لا لما صار عمري 30 تأكدت إنه إذا باسني بتمي ما بحبل لك شو كانوا حاطين لنا براسنا 30 سنة؟ صدقيني نحن جيلنا غير هيدا جيل يعني اليوم الجيل هيدا بشايبك بيقول لك قصص بخبرك نكتة أنت بتستحق إنك تقوليها ليك بدي أقول لك شغلة أمي متربية تربية رهبات وبي كتير متمدن وبي مسافر كتير وكان يحكي فوق السبع لغات فأمي عقليتها غير بي كليا أمي جبلية محط وكانت كتير تخاف وكل عائلتها وقرايبينها رهبات يعني حتى أمي لما بلشت بالتمثيل بلا ما قلك شو المعاناة والخوف إنه كيف بدها تمثل شو بدهم يعملوا عائلتها وقرايبينها يعني فكانوا كتير كتير يخافوا علي بعدين البيت اللي فيه شباب مين بيفوت عليه شباب فالتوعية كانت كتير بكير هذا اللي عم بقلك أنا كبروني قبل وقتي يعني انتبهي الصبي هيك بده من البنت انتبهي مع اللي بفوت لعنا ما كذا انتبهي وكان يضل عندهم خوف إنه سرعوا لك خوف من رجال أنا كنت موت رعبة يعني أنا لليوم ما بتذكر إنه في حدا صار بيني وبينه دوزيو مثل ما بقول بقولوا له دوزيو ما بعرف طب والبوسة يعني أنا إذا حدا كان عم يطلع فيي وبحدق فيي ببرم وجهي بعدك لليوم؟ إيه لليوم لأنه بستحي يعني أنا خجولة من هيدا طب كيف بستي أول مرة؟ ما بست كيف بعدك يعني؟ مش بايسة؟ هلا في بوسات كانوا يسرقوها مني خطف كانوا يسرقوها مني خطف يعني
شو رايح عليك؟ كنا ايه كنا وليدات وليكي عن جد التربيه كثير كثير بتاثر. هلا اوقات كنت ازعل قول شو هيدا؟ خنقوني، زركوني، حطوني بين اربع حيطان، شو هالعيشه؟ ما شفت حياتي ما هيدا. بس اليوم ما فيني اقول لك انه بقول نشكر الله، لاني انا فت بدومين، ليكي دومين التمثيل كثير حلو بس في مغريات. يعني الوحدة بدها تكون على قد حالها. يعني دايما بقولها بكل مقابلات، لو ما انا كاركتيري ولو ما انا عندي الموهبه يمكن ما حدا كان بيجيبني على شغل. عم بكون كثير صريحه. بس وبرضو انا غير الكل، انا بقول وسط فني منه وسخ، في ناس هن بيوسخوه. صحيح، مثل ما السياسه حلوه بس في ناس ببشعوها. صح، مثل ما الحياه حلوه في قصص بتصير معك بالحياه بتكرهك الدنيا. صحيح، يعني كنت شوي مقسوره بحياتي. وليكي لما امك بتقلك بدك تحطي براسك انه لما تمشي على الطريق ما حدا يأشر عليك على خيك ويقول له انا ظهرت مع اختك. بعدك مغمضة لليوم، بس عصيرة البنت المغمضة. ما مغمضة كتير بس إن في موقف مضحك صار معك بصيدلية. شو هو؟ ما كنت بعرف شو يعني الواقي الذكري وكوندوم، ما بعرف فيهم يعني. ففتت لقيت شيء هيك أناني ملونين عنب وما بعرف شو كذا وحلوين، فكرت ديودورو. فقلت له إلي الله يخليك، بدي هيدي. قال لي شو بدك فيها لليوم؟ قلت له مش ديودورو هيدي، ما محطين عفريز. قالوا لك يا عمي روحي، هيدا كوندوم. قلت له شو يعني كوندوم؟ يعني ما كنت بعرف. قد ايه كان عمرك هون؟ لا هيدي من شيء تقريبا يمكن شيء 15 سنه، يعني من 15 سنه. يوم عمرك 60 سنه، يعني كان عمرك 45؟ عم بقول لك كان عمري 30 لما عرفت انه اذا بيس لي بتمي ما بيحبل. قلت لهم شكرا وعطوا عليك. بعد في مثلك لليان؟ بقول لك شيء، ايه في مني وفي كثير من بنات جيلي بعرفهم مثلي، وصدقيني في كثير بنات بهيدا الجيل مثلي. كله اصل التربيه والتنشئه. طبعا اكيد انا بايدك، بس المشكلة اليوم انه بيوصفوا البنت اللي مثلك بيقولوا معقده. يقولوا يعني شو ما عملنا مش حنكون مخلصين. 100% كنا هيك رح يقولوا معقده، وين ما كنا هيك رح يقولوا فلتانه. سوري يعني على التعبير. صحيح، انه بتحتاري مع المجتمع شو بدك تحكي. هلا اوكي انا كمان اثرت حالي زياده لانه انا صرت بعدين صرت جبانه، يعني زرعوا وجعه راس وبعدين بلشوا اهلي يمرضوا ما عادش فايقه. يعني انا بدي اقول لك شغله، وقت امي عملت عمليه القلب وخلص صارت يعني حطيت، اكثر فتره اجاني عرسان. اوف لك هالحظ. وكنت بالأربعين، بس انا بالأربعين كنت كان بين عمري 28. كل اللي يحكوني اصغر مني بقول يا دلي انا شو بدي ربي ولاد؟ شو بيقولوا اهله؟ ضحكت عليه واخذته. هي مشكلتي بالحياه تفكيري دايما سابق. بتعتلي هم الناس شو بتقول؟ لا بس ما تنسى نحن بمجتمع ما فيك تطلعي منه. ايه بعتل هم، بعتل هم الناس، بعتل هم اخواتي، بعتل هم امي كانت تزعل، بعتل بي كان عكسهم. بي قال لي روح اعمل اللي بدك اياه، روح حبي تجوزي جيبي لنا اولاد، المهم تكوني مبسوطه يعني. هلا امي كانت تتمنى اني اتجوز جيب لها 12 ولد، هي كانت طيب عدت. ليه ما تزوجتي؟ ليك انا كنت كثير معلقه بامي، وبالفتره اللي وعيت وبعدين قبل حرب وملجأ ما كنت فاضيه لحالي. كان امي كمان تما اخواتي يروحوا يحاربوا تجي تقول له لخي روح اضرب عينك على شي بنت وجيبها خطيفه. اخواتي هيك تجوزوا بالحرب، تعجبوا بنت يروح يخطفها يجيبها بعد سنه تخلف تصير نحن نربي الاولاد. ليه ما خطفوا لك شاب؟ ما بعرف شفت غلطه يعني ما عارفه. لا يعني بس بعدين هموم الحياه يعني نستني. بس حتى يعني علاقات ما بتعملي؟ ليكي ما في حدا ما عامل علاقات، بس اللي بقول لك انه مره واحده بحياتي رحت شربت قهوه بكافيه مع شاب. ما عشتي علاقه حميمه؟ حميمه شو يعني؟ حليمه ولا حميمه؟ حميمه. ليكي ما مرقت بهيدا الغرام اللي لقيته لي اعجاب. اكيد انا بالنهايه ست وعندي مشاعر، ماني من لوح، عرفتي؟ بس ما مارستي الحب. شو يعني؟ انه بلا زواج؟ لا انا اكيد ضد المساكنه. طيب اليوم اذا اجاك عريس ضد المساكنه تتجوزي؟
بتجوز اكيد بتجوزي اكيد، بس اذا بعرفه انه بحبني ومش هلا رح اقول له اياها بالمشبره. ما معي شيء، وين الكاميرا؟ ما معي شيء. بدك تجي اهلا وسهلا. انا ماني مليونيره لانه كل ثلاث ارباعي تقدموا لي، فكروا انه بي وامي تاركين لي. بس المفروض الرجال، المراه تصرف على الرجال ولا الرجال يصرف؟ ما انت بتعرفي من 30 سنه لليوم الوضع بلبنان. اليوم اي شاب يتجوز بنت ما بتشتغل وبتطلع مصاري، يعني فانا بشتغل ومشهوره واكيد انه تاركين لاهلي اراضي، يعني هيك يفكر. قولي له اللي فايت على طمع ما يعذب حاله. مثلا عم اقول لك انه شخص واحد يعني من بعد ما خيي شجعني انه يا اختي روحي، طب ما صار عمرك 50 سنه بركي ادم الزلمه. اول ما قعدت عم بشرب كافيه معه قال لي بدي اسالك انت بتقبضي مصاري على المقابلات؟ قلت له سوري فايت على طمع. لا قلت له اخواتي ما بيسالوني السؤال. فدغري باي باي على جنب، دقيت للتاكسي وفلت. ف خبري للعريس المستقبلي لا يعني انا هلقني ابن الحلال، اذا بده حدا هيك يتكي على كتفه ونعتبر انه احنا اصدقاء باخر هيدا العبر. ما معي شيء، ما بملك شيء، ها كتر خير الله. ومش بايست امي غير امي؟ لا بايست امي ما بدنا نكذب، بس عم قلك في بوسات خطف ما في هديك يعني سرقة. عرفت ما في هديك انه عم قلت لك ما مرقت بهديك الغرام، يعني كان تصير قصص هيك ولدنة بس ما مرقت بهيدا الحب الغرام اللي ما فيني نام اذا ما عامل لي مست كول. انا بحس رح نفرح فيكي بعد هيدي المقابله. ما مش ليكي بعد كل مقابله بيجيني عرسان مدري ليه. بتعرفي ليه؟ يمكن لانه بشوفوني صريحه وواضحه وعم بحكي وهيك. بس ليك ما بفكر بقى، لقلك ليه؟ لانه صدقيني بعد هيدا العمر يعني حرام انظلم كمان. انا مظلومه بكل شيء بحياتي، وانا اوقات كثير ظلمت حالي، فبخاف اخر عمري انظلم. يطلع مش منيح، يطلع هلا هو الرجال بالبيت رحمه لو كان فحمه مثل ما بقولوا. بس بزعل على شغله صغيره، بس انه بضل اقول يا ريت زوجت كان قللت عقلي، لانه قد ما يكون بلا اخلاق وقد ما يكون بلا ضمير، بس اذا قلت اخ بالليل الا ما يدق للحكيم، الا ما ينزلنا على المستشفى. ما بزعل من الوحده وما بزعل اني لحالي الا لما اكون موجوعه، وبس كون موجوعه بشيلهم من قبرهم، لانه كثير كانوا حنين. بياما سهران تحت إجري، الله يرحمهم. صورة جديدة. أنا وعبده بشبات يا بيك. شو قصتها هالصورة؟ هيدي المسرحية للعائلة، كلنا كنا بالعائلة نمثل فيها، كانت أمي وإخواتي، يعني كل خي من إخواتي عمل شي فيها، يعني خي إلي أخرجها، خي جورج مثل، ميشيل شارك بالإنتاج، كنا صغار يعني. أنا هاي الصورة بحبها كتير، لأنه هاي الليلة بالذات كان أستاذ يونس الإبن عم بيحضرنا، الشاعر الكبير والأديب، وهو اللي شجعني أني كمل الطريق، وهو اللي كان دعم لإلي لو كان مخفي. فبي كان خطر على المسرح، وبي كان صعب كتير حدا يوقف بوجهه، وبي ياما في نجوم هربوا من وجهه، يكونوا مثلا عاملين حفله ببسين علي، جايبين فلان يعمل سكتش وفلان، بعدهم الجرايد عند فلان وفلان وفلان، يهربون من امام شرنه مش قده. اخذ لقب كوميدي لبنان الاول لعشر سنين. شك بيك يعني. وامك يعني بس بي كمان اهم الفنانين. بي انظلم كثير كمان، ظلم. وبحب هاي المسرحية كتير لأني تعلمت منه كتير، وياما أكل كفوف منه يعني. ليش؟ لأنه كان في مشهد بيقعد أجلك وأجل السمين بحط إجري علي، فأنا بدفش له إياهن، كنت زيدها أنا كل ما لقي الناس عم بيضحكوا، فمرة انقهر مني وسفقني كف، ضحكوا العالم، صرنا نعملها كل ليلة. هيدي الطريقة اللي أنا بلشت بالتمثيل. أنا كان عمري 6 سنين رحت حضرت بيي بالمسرحية، فبدو يلحق صديقه البعيد كمان على السامعين بالصباط ليضربه، بيوقع الصباط بيجي قدامي. أنا قاعدة أول صف مع أمي، بشيل الصباط وبشبقه فيه، بيضحكوا العالم وبيزقفوا، بيرجع بيشبقني، برجع بشبقه، صار يخدني أعملها معه كل مرة.
وبعدين ألف لي مشهد وصرت أطلع معه بالمسرح وكملت هيك. الله يرحمه. رح نشوف فيديو. مرحبا عفو. هيدا أنت؟ شو يعني هيدا أنت؟ شو ما عاجبك؟ شو بك هيدا أنت؟ وين معلمتي؟ فاتت تنام. من هلا فاتت تنام؟ من يوم ما تعرفت عليك ما عادت نامت لا بالليل ولا بالنهار. عفو؟ نعم. ليكي كيفك انت؟ منيحة منيحة. مبسوطة؟ كثير. شو هيدول؟ هدول حلق لعفو. يا الله شو حلوين. ليش معذب حالك؟ كلك ذوق. معلش. عفو؟ نعم. معلمتك وين؟ عم تتعشى جوا، فوت. عم تتعشى؟ مش نايمة. وعدت لها انه انا فتحت لك. لا بس بلكي سألتني شو بدي اقول لك كيف فتت؟ من الشباك، الا من الشباك. من الشباك؟ وبتقولي لي منك سريلانكية. مسلسل المعلمة والأستاذ. رزق الله. رزق الله ايه، يعني عفو كان نقلة نوعية لإلي، كانت أمي مغيبتني عن التلفزيون شي 5 سنين. لانه كنت انا عم كمل مدرسه ومدرسه لغات وسكرتاريا، قال انه ما بكفي تركه المدرسه ما بدي الهيها. فوقتها ست هند قبل لما الله يرحمها اميره الشاشه هي اختارتني لالعب الدور. يعني كانوا عم يعملوا كاستينج وهي كانت حضرتني بمسرحيه شو بيت يا بيك، فقالت له ما بدي الا بنت عبده عاليه، وامي ما بتزعلها لهالنود واختارتني. وكانت نقله نوعيه كثير كبيره. تخيلي بعد هالسنين كلها بعد في عالم لليوم بعيطولي عفو. بس تتحضريها وتشوفي انه كل الممثلين اللي كانوا معك توفوا تقريبا. بعد اليوم عم بقول بعد في انا ويوسف فخري الله يطول بعمره، يمكن حدا كلهم سبقونا. بس في حدا ما كان راضي على دورك. مين؟ هند قبل ما شجعتك. نعم. بس في حدا تاني؟ انا ما كان بدي اخذ دور خادمة، زعلت كمان. في حدا زعجك بجملة قال لك اياها لو شو ما صار ما رح تصيري نجمة؟ ايه كان في احدى الممثلات معنا التقيت فيها بالاستوديو يعني، فكانت عملت مشهد ما بعرف اي مشهد وكلهم فرطوا من الضحك، فما بعرف شو فكرت يعني. فكمشتني شعرت بغيره، كمشتني ورا الديكور ومسكتني بشعري من هون. اوف شعرت مين هي الخبريه؟ كثير بتاثر لانه كثير زعلت. كمشتك من رقبتك؟ من شعرك؟ كمشتني من شعراتي هيك وشدتني. اوف. وقالت لي بحياتك ما رح تنجمي. مين هاي؟ الله يرحمه. كانت بالمسلسل؟ لا ما بعرف، ما بتذكر. شو اسمها؟ لا خلص يعني الله يرحم تراب. بس انت شو عرفك بالخبرية؟ نحن بنعرف العصفورة خبرتنا. لو عايبوا له. طب إذا بده يرجع ينعمل مسلسل المعلمة والأستاذ، مين بترشحي أبطال يكونوا فيه؟ ولا حدا. ما حدا بيقدر يكون محل حدا. وبهيدا بين من كتير أجزاء انعملوا شي بيشبهه أو شي مثل الجزء الثاني لغير مسلسلات، ما بدي أقول أسامي حرام، نحن منقول الله يرزق كل الممثلين. بس أنا في كتير أعمال انعرضوا علي ورفضت إني يعني. أنا مرة انعرض علي دور بدي ينعاد ألعب دور أمي، ما قبلت. ما حدا بيقدر يكون محل حدا. في ناس مثل ما دايما نقول ومثل ما كانت أمي تقول، طالما حوا بتخلف في ناس بدهم يكملوا الطريق، بس ما حدا بياخذ محل حدا. نحن ما فينا ننكر انه في حدا من الجيل هيدا عم بيترك بصمات، بس ما بيقدروا يكونوا مثلهم. ما بقى هي بس في شغله وحده يعني اللي ما بيشبهونا كثير بالتلقائيه والعفويه. يعني ما في حدا مثل عليا نمري، ما في حدا مثل هند ابي اللمع، ما في حدا مثل ريال كريم، ما في حدا مثل ولا حدا رح يكون مثلك ولا حدا رح يكون مثلي. ما حدا، بس في ناس بدها يعني. انا كل يوم بقول يا ريت بيطلع حدا جيل جديد يكمل طريقي، يعني يكمل مش الكاركتير، يعني يكمل اللي انا عملته. انا عامله بصمات كتير حلوه. لو في كتار بينكر، ما في شك، ورح نشوفها كلها. في كتار بينكر بحلقة. عرفتي يعني انا اوقات بكون بمسلسل بيكتبوا مقالي ما بيكتبوا اسمي، بكون انا بطله تانية بالعمل. يعني في ناس كتير بعدهم لليوم بحبوا يحطموا. وبضل أقول انا رح فوت على القبر وفي ناس بدهم يضلوا يحطموني. ليكي
بدي اقول لك شغله بس حطيها حلقه بدايتك عن جد. صدقيني هيدا الموضوع ما عاد كثير مثل ما كان بالثمانينات والتسعينات. ما بقى فيه مثل قبل، ما بقى بس بيجيبوا هيدي الممثله بس لانها حلوه بتعديهم على الاصابع، بس البقوة مرق كثير حلوات، وين هن؟ مثلوا باي باي. ما بيكمل الا اللي عنده الموهبه. صحيح. وانا على فكره بكل شيء انا اول وحده لما صاروا يقولوا كيف بيجيبوا ملكات جمال انا اول وحده دافعت انه نحن عندنا نقص بالحلوات على الشاشه، وين الغلط؟ اذا عندها الموهبه وكانت عارضه ازياء وين المشكله؟ اذا كان عندها الموهبه عندك اسم لشخصيه حلوه وموهوبه بذات الوقت اليوم على الساحه ولو نادين نسيب نجام سيرين عبد النور شو منه يعني ما بيعرفوا يمثلوا ليه بدنا دغري نقول ايه ما بدغري بس يقولوا حدا يعني انا ما كنت بحب اني اذكر اسماء عرفتي كيف بس في قصص حبيبتي ديانا ما فينا ننكرها ليش في بنات عنا حلوين بيعرفوا قد برامج كمان فيديو جديد ليه بدنا نضل نقول ايه يلا جيبوها حلوه بس شو بيقولوا هيدا بالفرنسي هيدا المثل سوابيل اتوا خلصنا بقى لا ما يعني ما بيتطبق هيدا الكلام مش انه عم دافع بس هاي الحقيقه هن بيستعملوه اكيد لما بيكون في عندهم حقد او غيره معينه هي الغيره البنت الحلوه على طول بده ينقال عنها هيك بس بالعكس في كتار اثبت وعكس هيدا غل وقله ثقه وبعدين الساحه مفتوحه للكل والساحه هي بحد ذاتها طبعا هي بتختار فيديو جديد كنت أول مرة بحياتي بسب حتى بالحياة العادية ما بسب هيدا الفيلم جربت المسبات بهيدا الدور ايه لا لأنه هيدا الواقع هيدا كانت أيام الحرب وهيك هيك كانوا يعني حتى أنا لما صورت الفيلم كنت قادي بحي يعني منتصف شعبي نص نص يعني في اثنين يعني كنت اسمع صوت الأمات عن البلاكين كيف عم بتسب ولادها يعني هيدا 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 بكل كانت اول مره يمكن بس مش اخر مره بتسبي لا فتحت من بعدها مرة ابدا اجاني من بعدها فيلمين سينما مسبيت ما اخذته ما قبلتي هيدا الفيلم كمان بالصدفه صار يعني اخذ كان بعت ورا امي زياد دويري لتلعب دور باحد المسلسلات فالدور منه لايق لعليا لانه منه لايق لمسيره عليا هي ما بتلعب هالدور فقلت له بك شي انت مضروب على راسك اول مره بشوفه كيف تبعت ورا امي تلعب هيدا الدور امي لعبه ام شربل ولعبه مش كيف تلعب هالدور قومي امي قومي قلت له انا هيك عمل لي انت بتمثلي قلت له الاول نبيع فجل انا بساحه البرج اخذتي انت ايه ام قال لي بدي اياك لهالدور دور هيدا وست بيروت ايه وكانت والحمد لله يعني هيدا عامل لي نقله نوعيه بنظره المنجين بلبنان يعني من بعدها اجاني مسلسل ثلاث بنات على الام تي في يعني صاروا يشوفوني بغير ادوار وبلش انعطاكي مشهد فيه اغراء غيرتي فيه ما قبلت يكون بالتخت لا هو مش اغراء هو كان في مشهد بالفيلم بالتخت هو اساس انا نايمه مع جوزي وجوزي عم يبوسني برقبتي بطل الصبي بطل المسلسل بيطلع بشوفنا انه يعني نحن عم نمارس الحب كانه هيك ونازل القصف وقول جول للبنان فبوصل انا على التصوير أوكي. عادي يعني انه ما في شيء المشهد هو عادي يعني انه عم ببوسني برقبتي وعم بتغنج عليه يعني كوميديا يعني هي مره طريفه يعني أي. بالنهايه فبقوم بوصل ما بلاقي ممثل ولا حدا جاي من النقابة ولا حتى من النقابة طلع شاب بيشتغل بالأطفائية جايبينه كومبارس لأنه مشهد هو يبوز هو عساس بيلعب دور جوز وجنيت يا دلي يا دلي بكلك شو بكون شي
بكره بروح على الاطفائيه وبخبر الاطفائيه كلهم كان عم يبوس لي رقبتي لو بضطر بقسم على الارض ما بعمل مشهد. كيف ما كيف بدك تعملي؟ قلت له ولا ممكن. قلت له انا عم بقول لك خدنا على قد عقلاتي. انا بقول لك شو انت ما بدك تبين للعالم انه نحن فتنا على الاوضه؟ قال ايه. قلت له دور الكاميرا واتركه، هذا ارتجال المشهد كله. ايه كله كله كله، وتصور مره واحده حتى مبين. وزياد مسك الكاميرا ومبين انه عم بلق عم بيضحك لقت الكاميرا بمحل بالمشهد صحيح، وما يعني ما بينعاد لانه كله ارتجال. كله طلعته انا ومطفي لي شمعاتي وكذا، كله ارتجال. شو قلتي له؟ قوم. بقول له قوم قوم قبل لك ايه، قوم اتحرك قبل ما يمشي القصف. يلا قوم قوم طفي لي شمعاتي، بسبقك وبتلحقني ولا بتسبقني وبلحقك. هلا انا عم بغريت هيفوت على اوضتي. احلى مشهد بالفيلم. ايه هو هيدا المشهد كتير كتير ضرب، وللاسف هيدا مشهد الازاز بزعل كل ما يصير شيء بالبلد بحطوه يعملوا تنكيت انه عن الازاز وتكسير الازاز. ما فيني خبرك قديه الناس بيرجعوا بيضحكوا وبيتداولوا، بس انا بكون في غصه بقلبي. هو وست بيروت من اهم الافلام اللي انعملت بيروت، وبعد لهلا انا ما بعتقد انه عمل مثله. ما بعرف مزبوط مثله. والحظ حلو انه نزلوا البانويات تبع السوليدير لعمار بيروت، نحن كنا يعني بدنا نبلش نصور. يعني شوفي حظه شو حلو لزياد. وقال لك كنا كان بده يرجع يعملوا ديكورات لانه صورنا بالزيتوني مزبوط المدمره وببيروت المدمره لما كانت. تنذكر ما تنعاد، تنذكر ما تنعاد. ليليان، انت بتعتبري حالك الممثله الكوميديه الاولى بلبنان؟ ليك اليوم يعني صرت بكتفي يقولوا بس يحترموني ويقولوا قديره، لان انا فعلا قديره. واللي ما عجبوه يضرب راسه بالحيط. الاولى ما في اليوم الاولى، اليوم الوحيده مثل الغنيه مثل الهيدا. اليوم اليوم العمل هو العمل اللي بكبرك، عرفتي؟ من فتره من الفترات ايه كنت الكوميدي الاولى، بعدين من بنات جيلي ايه انا بعتبر انه انا كنت من اهم الكوميديات اللي كانوا موجودين ببنات جيلي. يعني اليوم ما في، ما حدا بينافس ليليان، ما حدا بينافس حدا. ما في ما في ممثله كوميديه اليوم في على الساحه. في يعني هلا اكثريتهم اللي عم يبينوا عم يطلعوا من السوشيال ميديا بيعملوا سكتشات. ايه ما اختلفنا. لا في ممثلات كوميديات صار لهم 20 سنه 25 سنه. مثل مين؟ في بدون ما اقول اسامي معلش، في اسامي في يعني، بس ما حدا مثلي. ما بدك تسمي لانه هن ما بيسموك. ليك بس يشوفوك يعني اللي بيحكوه بيعمل جرايد، بس لما بيطلعوا على الهوا بينسوا اسمك. ليه قولي؟ بدي اقول لك شغله حبيبتي، كلمه البنت على البنت ثقيله. انا بايدك فيها هي. ما مش كلهم عندهم انا كثير عندي ثقه بحالي. انا قبل كل شيء لاقول لك شغله، انا ما حدا بيشبهني، انا ما بدي اشبه حدا. انا بلاقي حالي ملكه جمال، مش انه عم بقول حكي، لا. انا اهلي عطيوني ثقه بحالي كثير كبيره، ودايما بكل مقابلات بقول هيدا الموضوع بيرجع للاهل طبعا، لانه انت حواليك بحياتك اللي بتشوفي الخاين واللي طاعن والصديق اللي ما بي واللي بيكذب واللي لا. الاهل هن اللي بياسسوك انه شو ما صار معك انت بدك تكوني قويه. والظروف الصعبه اللي انا مرقت فيها، انا هلا ني بدي لك شغله، عم بكتب قصه حياتي. أكيد ما رح مثلها وأكيد ما حدا رح ينغر يصور لي قصة حياتي، لأنه عرفتي ما رح يعمل. بس أنا إذا الله عطاني عمر وعطاني سيولة أنا رح صورها. أنا عم بحكيها مصورة يعني. أنا اللي مرق بحياتي لو وحدة غيري ما بعرف شو كانت عملت. ما بعتقد حدا بيتحمل اللي بكفي. أنا صار لي 30 سنة متحملة مسؤولية كل شيء، وأنت عايشي ببلد منك مرتاحة فيه، بتعيشي ببنايات منك مرتاحة فيهم، بتعيشي بمطارح منك مرتاحة فيهم، تشتغلي قصص بتكوني مرتاحة فيها. نحن يعني يسمحوا لي، نحن جبابرة. نحن اللبنانية عامة نحن جبابرة. فأنا عندي جبروت قوي، ودايما بقول انه الله عطيني هيدي القوة. بس اليوم ما في حدا عم بيساعد ليليان. ارفض المساعدة. لا اليوم ما حدا
ليه اللي بحبوكي مثل ما قال زياد بلا ولا شيء. عم بشتغل بعيش وبلبوس وإذا قدرت ساعد اللي بيستاهلوا، لأنه قبل كنت ساعد ناس ما بيستاهلوا. طلب واحد قبل ما نام بطلبه من ربي، ما عاوز بني آدم. قل له بك تاخد أمانتك، خدها بالتخت، خدها بس نام، خدني هيك طيرني لعندك وخدني بهيدا الوقت. ما تفكري إنه ولا إنسان ما بيمرق بظروف صعبة، بس في ناس ما بتتحمل، في ناس بتتحمل، في ناس بتكذب، وأنا يا ما كذبت. إنك منيحة. مشان هيك ما بقى بدي كذب. انت ما رح تكوني ولا مره منك منيحه ودائما ان شاء الله بضل في مساعي أكيد. وايادي مثل ما بيقولوا خيره. قول شغله، الله ما تركني ولا مره يا ديانا. انا يا ما نام ما معي 1000 ليرة، تاني يوم ما عارف كيف تجيني رزقه وقبضها نهارتها. انا يا ما يكون معي حب الدواء. فكرك ببكي انا قبل ما نام؟ انا ببكي بس لما بحس حقي مهدور. ما في، انا ولا مره بكيت على حدا الا على امي وبيي، وببكي على لبنان لما بدقوا شوكه، وببكي على غياب اخواتي لاني بشتاق لهم، بس ولا مره بكيت من حدا او بكيت لاني لا وحياتي. بس اليوم كمان ليليان عايشه على ساعه كهرباء وحده بالنهار. ايه شو حلو، ما عندها موتور. ايه انا فكرت حالي اني عم حارب الفساد. طلعت عم حاربه لوحدي. لا عم بمزح، ما يزعل. بس انه لا يعني بتقدر تعيشي بسعر كهرباء؟ بتعرفي هلا خلصت كل امورك بهالساعه؟ الحمد لله. بتضلي تكوي، بتضلي تشرجي تليفوني. ليكي بدي اقول لك شيء، بس انت في عندك كمان اخوه ما ولدتهم امك، بس هني كمان بيوقفوا حدك اخوه رحمه. في ناس ما بيتركوك لو شو ما صار. كمان نحن قدرنا أن أنت لبيتي دعوتنا، تقديراً كمان لعطاءاتك ولعائلتك. نحن كمان حابين نضمك لأسرة صوت بيروت انترناشنال. كمان حبيبتي. مبادرة من رئيس مجلس إدارة صوت بيروت التجاري ماهر حب، أنه أكيد مثل ما عرضنا على أستاذ صلاح تيزاني أبو سليم، حابين نجمع كمان الناس القديرة يلي دولتهم تخلت عنهم. أنا بتشرف بعد أنه عندك كتير أفكار. إن شاء الله أنا بتشرف أكيد، وإن شاء الله بيتك بيرجع بيشعشع كهرباء. مشعشع بالمحبين حبيبي. أنا كل واحد بحبني محبته هي بتنور لي بيتي. وما تفكري بالليل في قمر بيطلع وبالنهار في شمس بتطلع. صورة جديدة هيدي قبل ما توفت بست شهور تقريبا. شو بتقلي لليوم؟ تشكيلها عن شيء؟ بس بدي أقول لك شغلة، مع الأيام بتخف الدمعة بس بتزيد الحرقة. عبكرة ايه بعمل صبحية انا وياها، وما الصور مشانشرين بالبيت يعني، صورها هي وبيي، وبحكي معهم وبشرب قهوة وبحكي معهم. ومثل ما بقلها دايما انا بعني على الوعد. شو؟ كل اللي بدك عملت لك، بس انتو ما عملتوا لي اللي بدي. ما قدروا. صورة جديدة. شو هالصورة؟ كان حلمك تكوني هاني شاكر لبنان؟ ايه غني اغاني رومانسيه. ليش هاني شاكر؟ لانه هو كان مطرب الرومانسي الاول بمصر بعد عبد الحليم، وكنت انا حلمي يكون بس على بنت بس بلبنان يعني، لانه انا صوتي كان يقولوا عنه فيروزه. بعدين لانه الكاركتر صاروا الكبار اللي امي تاخذ الكاسيتات اللي يسجلون تسمعون صوتي، يقولوا لي يا عليا بنتك صوتها فيروزي ما بتنجح، وبنتك كاركتير وكوميديان خليها تقلب على المونولوج. وأنا لأني من أنا وصغير بقلد وهيك، فما عاد فكرت كتير بالغناء يعني، ونقلت على المونولوج يعني. صرت أغني أغاني مونولوج وقلد وهيك. وأنا كنت أول وحدة بغير تيابي والبوستيشات على المسرح. أوه. كان عمري 16 سنة، كنت أنا أول وحدة يعني بدارت بهيدي القصة، وكانوا يعني يخبروا عني ويروحوا يشوفوا بنت شرن وشو عم تعمل بكازينو لبنان، كيف عم تشلح قدام العالم وكيف عم تلبس. ايه يعني. بس كيف خسرتي صوتك؟ بعملية الغدة.
راح صوتك؟ مش راح، الحمد لله انه ما راح. الحمد لله. بس هو كان في خطر لانه تغير. بعرف كثير فتيات راح يعني بيحكوا هيك ما في صوت بقى. انا فتت وبستله ايده يعني للحكيم. الحكيم قلت له انا اذا راح صوتي انا ما عندي مهنه تانية اشتغلها، انا ما كملت علمي. كثير بتاثر فيي هيدي اللحظه يعني. بستله ايده وقلت له صوتي يعني، وهيك صار. بس انا بقول انه الله خلصني من الموت يعني. ليكي بعد هاي العمليه انا في ناس كثير تنمروا على صوتي، فنانين ومخرجين. انا اوقات كون بمقابله اظهر لاقي المخرج عم يتمسخر على صوتي لما عملت العمليه. كنت اطلع فيه قل له ان شاء الله ما يصير فيك مثلي، لانه ما بدي على حدا. انا مؤمنه وبخاف ربي، بس في مأذيين كثير 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 كثير، مش كثير في اشرار. يا ويلي شو في. شو بتقولي لهم للمتنمرين؟ انه يخافوا الله يعني، ما في حدا فوق راسه خيمه. بس ما بقى بس انا تمسحت من هذا الموضوع، بتعرفي ليه؟ لانه بعد الكورونا وبعد تفجير بيروت وبعد فعلا. كل اللي صار بعد في عالم بتطلع بتدعي بالموت الثاني. شو بالهم؟ وبتطلع بتشمت بالموت ولك يا عمي وين رايحين؟ فعلا. يعني كانه هلا انا بقول انه هلا نحن كانه صرنا باخر الازمنه، لانه اللي عم بيصير مش طبيعي. ولا بدل ما تتوبوا ما في فعلا. توبه يعني بجن ماشي بيطلعوكي من ثيابك وهلا برد محبه. صوره جديده. اوه لعبتك نينا. نينا بنت الصغيرة هاي مرت خيي، وخيي جابوا لي اياها معهم من استراليا وسميتها نينا لانه امي وبيي بسموني نينا. بعتبريها بنتك؟ ايه بعتبرها بنتي. ايه بنتي اللي ما جبتها اللي ديانا. انا كان كل ولا مرة فكرت اني بدي اتجوز لمجرد الزواج، بدي اتجوز لجيب ولد. ما بتفكري تكوني سنجل مام؟ يعني جيبي ولد من دون زواج؟ احنا بعالمنا العربي كتير صعب. اذا كنا اذا عشت حدا رح يصدقوا، رح يقولوا حبلت بالغلط ورحت عشي بلد خلفت وجيت، هيك رح يقولوا. واذا كنت عايشة ببلد غير لبنان، ببلد اوروبي؟ ليكي لو انا ببلد اوروبي كانت حياتي كلها تغيرت من الاساس. لا اكيد كل شيء بتتغير. ليكي لو بدهم يقولوا عني دقة قديمة، لو بدهم يقولوا شو ما يقولوا، انا بالنهاية انا بنت يعني بنت عايشة ببيئة شرقية، بعدها بيئة ذكورية للأسف يعني. ما فيني أطلع. بتقولي أنا بنت مش أنا امرأة؟ ما بعرف، لأني بعدني بحس حالي صغيرة. أنت لأنك ما عم تصدق أنك عم تكبري بتقولي أنا بنت. لأن اللي حوالي ما عم يخلوني صدق كمان يعني. هلأ بيني وبينك بس أطلع بالمراية إيه بقول أنا شو هول؟ ليه صار في شوي ريد هوني؟ هلا ما عندي الحمد لله، انا مش عاملة ابرة بوتوكس بعد. واو اسم الله عليك. لا ابدا ابدا يعني، حتى اوقات حدا بيقول لي انه عندي هولي لا ابدا يعني. جايبة نينا معك. شباب بدنا لعبة بليز، لانه الست ديانا وهبة طلبتها لعبة او بنتك مش عارفة. ليكي هي بدك تسميها؟ هي بنتي. جايبين لك اياها هيك طبوشة كمان. ايه هلأ بدي أقول لك شغلة. نينا بحكي معها كتير أوقات. هيدي صديقتي اللي ما بتفشي سري، هيدي صديقتي الساكتة، بتسمعني 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 وما بتتحي ما بتحرجني. هيدي رفيقتي اللي ما بدها تمشيني على ذوقها، هيدي رفيقتي اللي بتنطرني لحممها ولبسها وبتقلي مرسي. أنا دايماً بقلها كنت بتمنى إنك تكوني بنتي الحقيقية وتطلعي فيي بآخرتي، لأنه ما بعرف مين رح يطلع فيي بآخرتي. وأهم شيء تحفظي لي تكريماتي، لأنه بخاف يكبون بالزبالة من بعد ما فل من هالدنيا، مين بده ياخدهم؟ بس برجع بقول نشكر الله إنه ما جبتها وطلع ما إلها آخرة بهيدا البلد. فعلاً. فكل يوم بقلها ما تزعلي انه ما جيت على هالدنيا، لانه واليوم صدقيني ديانا ويعذروني كل اللي بحبهم، كل شخص بيبعت لي انه بده يتزوج تأحضر عرسه بقول له الف مبروك، بس ما تجيب اولاد وتجني عليهم. ما تجيب هلا بهالفتره، جيب اولاد وتجني عليهم، لانه هلا كل حدا بيجيب اولاد بهيدا البلد عم بيجني عليه.
وعايب خلص بكفي زلوا يشحدوا علب حليب. ونينا ما عايزت حليب، بس نينا مثلي بتساعد وقت اللي بتقدر. هلا في ناس بيعتبروا انه انت عم تحكي مع لعبه، يعني انت مجنونه. ايه. بس للاسف ما نحن مجانين بهيدا البلد، للاسف ما بنفهموا ابعاد الرساله. نحن خلصنا. ليليان منا مجنونه، بس ليليان عايشه لوحدها، ويمكن اصبت ليك على انا مني واحدة 100% يعني. بس ايه، هي بالنهايه لما بتتوجعي عم تتوجعي وحدك، لما عم تبكي عم تبكي وحدك. وانا من النوع اللي ما بنق، يعني انا اذا بتعلق لساني بالسقف ما بنق، لانه بعرف كل واحد همه على قده، يعني مش ناقصهم هن هموم. بس للاسف انا بزعل كثير، انه يا ريت في كثير اشخاص صادفتهم بحياتي وكنت بعتبرهم مثل ولادي ومثل اخواتي كشباب يكونوا مثل نينا. بدي اطلب من مدير المسرح، معلش نينا رح تفرقنا هلا، كان ساندتنا لانه بدنا نكفي. ان شاء الله بنفرح منك. ميرسي. وان شاء الله بنقشع عليك. ثانك يو. وتجيبي اولاد حلوين مثلي. ثانك يو. وبنفس الوقت الله يعطيهم ايام حلوه، ويعطي ايام حلوه لكل اولادنا ولاولاد قرايبيننا. ميرسي حبيبي. ثانك يو. وانتبه لي عليا الله يخليك، صار وقت اكله. صوره جديده. مع الفنانة إليسا، تحبيها كتير، شو القصة؟ أنا إليسا بحس إنه هي حققت الحلم، حلم؟ إنه هي صارت ملكة الرومانسية. إيه؟ وأنا هيدا كان هدفي. أوه. أنا ما قدرت. أنا أول مرة شفتها بكليب مع سوبر ستار راغب عليم، قلت هاي البنت هي رح تكون ملكة الرومانسية من وقتها. توقعتي لها؟ إيه فعلا. وكلهم بيعرفوا بالبيت وخيطوني، وكلهم دايما بقول له انه اليسا هي كمل الطريق. وانا تعلقت باليسا زياده لما مره كان عندي برنامج وعملت حالي انه صار لي شيء وقعت بالارض، كنت عامله مقلب ودقت لي وقالت لي انه ما بقى تنقزين عليك هيك يعني. لقيتها ولما صار معي العارض، وبس تعرف انه بني شيء دايما بتتصل فيه. وانا مبسوطه انه محبتي لإليسا والتواصل القليل اللي بيناتنا ما في جنس المصلحه. وانا بحياه عمري ما استغليت حدا يعني غيري. انا إليسا دقت لي يعني بلزق. انا ما بلزق على حدا. شو اكثر غنيه بتحبيها لإليسا؟ كل اغاني إليسا بحبهم، بس يا مرايتي اثرت فيي كثير كثير. يا مرايتي بقلبي يعني، قلت لها إليسا هاي الغنية كان لازم تكون لإلي. يا ريت كان بعد فيني. هلا ما بعرف، هلا ان شاء الله بتردديها للغنية انت وبالبيت لحالك؟ انا ليك بس كون كثير زعلانه وكثير مبسوطه بسمع إليسا. في حدا ثاني بس غير إليسا بتحبيه كثير؟ وائل كفوري. يا حبيبي وائل، أنا اللي علقني فيه أمي، يعني يعيش وياخد عمره. قد ما حبته أمي وتعلقت فيه، صرت بدي أعرف مين وائل كفوري يعني. فأنا على محبة أمي، لأنه أمي كتير يعني. يعني أمي شو بدي أقول لك، يمكن توفت أمي شريط وائل بالمسجل. وتسمع فضل شاكر كمان. وتسمع فضل شاكر ليلى، وليلى إليسا. ليك أمي كانت تحب الكل يعني، وتحب المطربين اللي طلعوا بالتسعينات. بس حبك لوائل كمان له علاقة بجماله؟ بيعجبك كرجال؟ ما بعرف. لا. يعني ولا مرة فكرت. طب مين بيعجبك من الفنانين الشباب؟ كرجال يعني إيه؟ أنطونيو بانديراس كان. أوه ضربة عتقيل. إيه أنا بحب هيدا الطويل الكتاف وأعراض الشعره طويل. لا أكيد في كتير بلبنان شبابنا كلهم حلوين يعني. ما بدنا نجي نضحك على حالنا. إيه فرانكو كاسباري. قالوا لي وليد توفيق. وليد توفيق كان شو بدي أقول لك، فرانكو كاسباري صوره. فرانكو كان بتعرفي نحن الأولاد وملجأ. حلو للصراحة. ملجأ وما ملجأ، حرام يعني كمان كيف توفى، حرق لي قلبي. ملجأ وهيك كنا الفوتورومو يعني نتسلى فيهم وهيك. كان فرانكو كاسباري هو يعني القصة كلها في وقتها. بس برضو ما بعرف إذا كان يعجبني شكله، كنت ولد يعني ما بعرف. لا وليد توفيق لأنه نحن يعني تقريبا مجايلين. وهو هيك
طلع وسطع نجمه هيك، وكان يعني لي كتير، وكانوا صوره على التخت، وأول شيء لزقتهم بالخزانة تخطي فيه، خفت إنه إخواتي يعني قولوا لي شيء. بعدين صار على التخت، بعدين على الحيط وراي وهيك. كان وليد توفيق بالنسبة لإلي. وليد توفيق صار على التخت؟ لا، صوره على حيط التخت، لا ولا مرة. أصلاً بعيدك الفترة كمان من بعدها ما عاد في تخت، بطل في تخت؟ نحن كنا هربنا من بيتنا وقعدنا شهور بالبيت اللي أخذناه، ما في فرش، كنا ننام على فرشات على الأرض. وبعدين على مر الأيام كبرت العيلة وجوزوا أخواته وهيك، وأنا ما كان عندي تخت على الأرض. أكثر من 20 سنة نام على صوفة الرفاص. أنا لما نقلت على بيتي، بس بدي أقول لك شغلة هاي، بس أنا بحب أقوله، أنت لكل بنت ما تخلي شيء ضعفها، تضعف مالي إذا بتضعف تضعف، بس يضعف لعزيمتها، وما تخلي شيء يحبطها. إن شاء الله بدها تنام على كيس نايلون، بدها توصل. بس أنا نهار اللي وصل التخت على الأوضة بكيت مثل ما نهار اللي ماتت أمي. شوفي فرحتي شو كانت حلوة لما وصل التخت، بس اندمت إنه جبته متر، كان على كان لازم بتل. ما انا ما عدت اتجوزت، لانه اذا تجوزت ما كان رح يساعدنا. فقلت انا بعدين هيك الاوضه كبيره، كنت تجيبيه مفرد ونص يا بنت. هلا انا سيعني، بس تينام حدا حد صعب، ما في صعب. فيديو جديد. واو، ابدعتي. هيك ديو المشاهير حقق لي حلم كنت حابه نفذه من زمان على المسرح. طول عمري أحلم بمسرح استعراضي كوميدي، يعني يكون في لوحات كوميدي واستعراضي. ديو المشاهير فرج الصورة الحقيقية لقدراتي اللي ما كنت شايفها، ومساري عمل ضجة كبيرة بلبنان وبالعالم العربي. حتى أنا لما طلعت من الكوريدور، أنا يعني ناس من الفنانين المشاركين ما عرفوني، فكروا انه مايا دياب جايبه فنان من برا. بس كل ما احضر هلا انا ما عرفتك اول شيء، بخشى من الضحك، لانه بس بدي اقولها على السريع، ما حدا انتبه لها. اذا حدا انتبه اول ما نزلت، مايا عم تعمل لي هيك، لاني انا فتت غلط بالاوتوتيون. سبقت الموسيقى وفتت، بس بالاخير ما انا بغني ودينتي موسيقيه، هي بالاخير انتبهت انه طلعت انه واو كيف زبطتها، فشطحت بالاخير تارجع زبط يفوتوا هن على القد. بس حرام توقفي، ليش ما كفيتي بالتقليد؟ بحكيك بكل صراحة، أنا بس طلع باسم فغالي وقفت. ليش؟ لأنه أنا كان كل حلمي أعمل اللي كان عم بيعمله باسم، وكل جيل بده يلعب. فكت نفسي؟ لا خلص. بس وينه باسم اليوم بلبنان؟ وإذا بس إذا هلأ منه موجود يعني راح. كمان في فنانين ببعض المحلات مش غلط يتركوا الساحة بوقت معين، عرفت كيف؟ أنا تلفزيونياً كتير تحاربت بالتقليد. أنا يا ما أخدوني على مقابلات لأروح أعمل فقر التقليد ويرجعوني ما صور، ما كانوا بالدنياني إبراسي بالتقليد. عرفتي؟ كان حداً عم بحطلي عصب الدوليب كتير. بس بعدين لما طلع باسم وهيك، طلعت إنه هلأ أنا شو ما رح أعمل هيدا الجيل، رح يقولوا عم قلد باسم. لأنه هيدا الجيل ما بيعرفني. فمش غلط نكون واقعيين ونفكر صح. أنا بكرة إذا أنا وصلت لأول يوم تصوير بروح، ومدير إنتاج أو أي بنت تشتغل هانتني وما احترمتني بعمري، الشرف لي اعتزل وقعد بالبيت. ما حدا بهينك؟ لا بتصير عرفت، أو إنك تحسي أنت مثلاً إنه يعني مش عم ينعمل من قيمتك وكا. ليه الممثل بده يتبهدل؟ لا، وما حدا مثل ما قلتي بيضل في حنين. الله ما بيقطع وش حدا. حلو الفنان أنا بنظري بوقت معين يعتزل ويضل محترم، مش ضروري أبدا يطلع يتبهدل، يحترم عمره ويحترم تاريخه. رح روح مع صورة جديدة، هيدي ليليان مش رجال تاني، بس عم تلعب دور رجل، شخصية من أوائل الممثلين يلي لعبوا دور رجل. ايه تقريبا، لانه هيدا عمره شي 20 22، كان قليل كتير اللي لعبوا دور رجل يعني على المسرح. وكمان يعني المخرج طلال درجاني انا بوجه له تحيه، انه كمان ايمن فيي اني بقدر العب هيدا الدور،
مسرحية برلمان عين كفاح، كان مجموعة شخصيات للأديب الكبير مارون عبود، كنت أنا عم جسد يعني الفلاح وراعي الغنم وبالأخير بصير نايب وكذا وهيك. من أهم الأدوار اللي لعبتهم على المسرح، كان في أشخاص يعني كان في شخصيات اللي إجوا بليلة الافتتاح وسياسيين يقولوا له يا خي مكتوب على الكارت لليان نمر، وينين لليان نمر؟ وأنا صلي كان كل الوقت على المسرح. لو خلقت رجل كنت رح تكوني مبسوطة أكتر من هلا؟ ما بعرف إذا كنت رح أكون مبسوطة أكتر، بس كان رح أكون مرتاحة أكتر، أعمل اللي بدي إياه أكتر. مثل شو؟ رجال يعني يمكن سافر، اشتغل، جازف. بنات جيلنا نحن ما كنا كتير قوية مثل بنات اليوم البنت بتنفرد، بتروح بتسكن لوحدها، بتعمل اللي بدها اياه، بتسافر. نحن قبل يعني ببنات جيلنا ما كان صعب كتير وممنوع. كان صعب وكنت دايما اقول انا انه انا يا ريتني كنت شاب. يمكن كمان يعني حتى لما رسوا اهلي كنت أقول يا ريتني شاب بس أعزب، لأنه دايما الأعزب اللي بيبقى بالبيت هو بيتحمل المسؤولية. صحيح. لأنه يا أختي يعني حتى اليوم أوقات إذا عم بعمل شيء بالبيت قول لو أنا رجال خليني استرجي سنجري ما يجي على الوقت. يعني بدنا نكون صريحين، يعني قد ما يكون المرأة قوية وشاطرة في ناس بياكلولك راسك، يعني في قصص كتيرة بالحياة تمرق معك يا ديانا صعبة صعبة، يعني قديب عن جد بدك تكوني اخت رجال لتقدر تنفسيها. صورة جديدة من مسرحية نحيفة. نحيفة ايه، مسرحية كتبتها من قلبي. ليه سميتها نحيفة؟ سميتها نحيفة لأنه حبيت فرجي أنه البنت اللي مش نحيفة شو بتعاني بكل شيء. وكم مرة جربت تكوني نحيفة؟ كتير ما زبطت، يعني حتى الحكيم اللي عمل لي تطويت معدي وما ضعفت لي مثل ما انا قال لي شو بعمل؟ الله بحبك. رحت قلت له يا خي كل اللي عملوا العمليه واللي انا بعثت لك صاروا برفع العوده، يا خي شو القصه؟ انا لا، انا بعدين هلا اكتشفنا من فتره انه في بروبليم بجسمي، انه في عندي غدد بكبوا لي كورتيزون بجسمي. من وراء الكورتيزون يمكن اللي ما مين بيعرف، يمكن تخربت كل شيء. وللأسف بس بلشنا ولقينا العلاج وكنت مبسوطة وضعفت 10 كيلو بشهرين، الحمد لله أني حافظت عليهم 10 كيلو اللي نزلوا، إن شاء الله ما يرجع ردون. وكل الأدوية بلبنان، كمشون للعلب، ناطرين ليشوفوا الدولار وين بده يصير لأنه بدهم يغلوا. للأسف. على فكرة أنه بعد الوكلة للأسف والأشخاص حتى وزارة الصحة للأسف بعدهم لليوم بيعملوا العمليات طول معدة وهيك حساب المريض، ممنوع على الوزارة، ما في ضمان، يعتبروها التجميل، هذا منا تجميل، هذا عم يعملوا لك عملية ليخلصوك من الأمراض المزمنة. بكندا وبأستراليا بيجبروها للبدينة أنه تعملها للعملية على حساب الدولة حتى هن ما يبتلوا فيها ويحكموها بس تكبر من العمر. ما هون لأنه ما بيبتلوا بحدا، يمكن عرفت كيف؟ كل شيء بيدبروه مثل ما بدهم، كله تأثير يعني. صح. فلا مش مزبوط أنه هول العمليات، أنا لما عملتها ما كان هدفي بس أضعف، أنا عملتها لأنه ما بدي يصير فيي مثل ما صار بأمي، ما بدي يصير معي بالقلب، ما بدي يصير معي سكري، كرمال صحتي أنا أكتر شيء. وأصلاً أنا لما قلت له ما تعمل لي عملية أضعف كتير، في أشخاص صار يقولوا هلأ فائت ما تعمل مانوكان، لا يا حبيبتي ما بيلي أعمل مانوكان، خليك أنت مانوكان، أنا بيلي حافظ عصر. ما بتتخيلي حالك أنه ضعيفة أو عندك كتير كتير؟ لا أظن ذلك، لأنه هلأ هيدا للأربعين كيلو اللي نزلوا بس نام واخفى عوركة بوها بقلن يا عم الضعاف كيف بيناموا؟ يعني ستحس بعظمات ما كنت حس فيه، كنت بالأول عم تنامي على لحم، هلأ عم تنامي على عظم، فعن جد يعني بصير قلن يعني كيف أنتوا ضعاف تتحملوا عظامكم؟ لا ما أنا ما مش هدفي يعني، ولا مرة بتخيل حالي يكون ضعيف كتير، بحب أنا أكون بلبس قياس تخيلي يعني 42-44، ما بدي ألبس 39 و38 ولا بدي ألبس مثلا 58-60، يعني هيك بحب الاعتدال يعني بالشكل. صورة جديدة فيليب أسمر المخرج، تحبي كتير لفيليب؟ بحبه لأنه دايما بقول أنه بشكر ربي أنه قبل ما رحت من هالدنيا
عملت أعمال مع مخرج مبدع مآمن فيي. ليكي أنا كل المخرجين اللي بيجيبوكي على أعمال يا ديانا بيجيبوكي لأنه عارفين أنه أنت بتأدي هالعمل حلو. صحيح. بس أنا بحياتي كلها أنا كلهم كانوا مآمنين فيي وبحبوني وكل شيء، بس ما كرروا التجارب معي، يعني أنه جبناها فيلم سينما جبناها كذا. بس أنا في ثلاث مخرجين أنا بعتبرهم من أهم اللي قدموا لي ثلاث مراحل بحياتي، وهني امتداد لبعضهم، مثل أستاذ أنطوان ريمي أنا عملت معه أعمال، وهو أول واحد يعني هو أعطاني بطولات، أول دور بطولي. بطولات أعطاني مسلسلين، وكان يقول لهم للكتاب كتب تدخل لليان وما بقى تكتب حوار. ليكي لحديت وين ترتجلي الآن، شاطرة موهوبة. إيه، ولأني بكتب كمان يعني. أنا كمان بكتب يعني، أنا ثلاث أرباع المسلسلات في حوارات أنا بزيدها يعني. بصيروا أوقات يعملوا تويتر، على تويتر بيعملوا مثلا بحطوا الجملة بيبعتوها للكاتب بكون مخص الكاتب فيها. هاي أنا بس كأدوار بطولة بعدها قليلة يعني، ما لك إيه إيه أكيد لعبت أدوار بطولة قليلة، بس كان مآمن فيي كتير يعني أستاذ أنطوان ريمي. إجا امتداد من بعده إليف غالي، أنا عملت معه أعمال ما بنساها، وأنا بنت أصل ما بنسى أبداً اللي بحبوني. وهلأ بين المخرجين الجداد فيليب أسمر، يعني فيليب لعبت معه زلفة بأم البنات اللي عمل ضجة مش معقولة، ما بدنا ننسى جورجيت درباس. وهلأ إن شاء الله بين الموت الجزء الثاني رح يشوفوا شيء كمان شيء كتير حلو. إيه أنا بضل أدعي له، أنا بحس شو الشخصية اللي رح أشوفها فيها لليان بلا الموت؟ أنا بس بقول له الله يعطيه طولة العمر ويعطيه الصحة ويقدم إبداعات كتير كبيرة. دور ما فيني أحكي عنه، بالشخصية الرئيسية مرقت يمكن كتير بلبنان وبسوريا وبالسينما المصرية، بس ككاركتير كامل الكمال بالأداء وبالصوت وباللبس وهيك ما مرق منه بالعالم العربي. حنشوف بشي هاي اللي التقينا بالبوليس كتير. يعني رحت لعندهم كانوا عم بيصوروا وشافوني وانبسطت كتير يعني، وكان يعني التقيت بماجي بعد هالسنين كلها يعني، كان صار لي سنين ما شفتها لماجي، انبسطنا كتير يعني. ما رح تخبريني شو الدور؟ لا، وما رح قلك إذا بلتقى بمين فيهم أو ما بلتقى، لا ما فينا نحكي أكيد. بس توعدينا أنه بدور، لا أنا عم بوعدك أنه دور جديد، جديد كتير كتير. بعتقد أنه ما مرق هيك يعني، رح تشوفوا شي جديد، وشي جديد أنا بلعبه كمان يعني. إن شاء الله على طول موفق بكل أدوارك الجديدة ليان، صورة جديدة. ليش لافة في حالك بعالم لبنان؟ بالنهاية ما في إلا الوطن هو اللي بغطيكي والأرض. عم بغطيكي؟ لبنان، لبنان كلبنان، كحجر وجبل وتلج وبحر. شو بصير يقولوا لي شو عطاك لبنان؟ خيي نحن بدنا نعطيه، هو بده يعطيني. بس اخواتك باستراليا فيك تهاجري انت وتروحي هونيك تعيشي يعني. انا بوقت اللي كان قادر خيي ياخذني كنت انا معندي ما بدي اروح. بتعرفي ليه؟ ليه؟ لانه كان علي ديون، ما بدي يقولوا هربت ويطلعوا علي صيت اني انا نصابه. كان علي ديون استشفيات. خلصتيهم؟ يعني بدل ما الدولة تحكم تحكم أمي وبي وتجيب لهم الأدوية وتكرمهم مثل ما بكرموا الكل، مثل ما بكرموا الكل برا يعني، وخاصة كبار العمر. قلت أنا ما شو كيف بدي فل يعني، أنا إذا رحت على أستراليا لعند خيي شو بدي أشتغل؟ كيف بدي أوفي الديونات؟ إيه الحمد لله بعد في تراطيش بكرة بيخلصوا. بس الحمد لله انه انا ضميري مرتاح، انه ما حدا بيقدر يقول اني ناصب عليه فرانك، واللي بقول اني انا ناصب عليه فرانك بكون بلا ضمير. واصلا ما حدا بقول لانه كلهم عارفين اني رديت لهم مصرياتهم، وكتر خيرهم انه سعيك إن انا عم بتدين بالفوايد والفوايد عم تكتر علي، بس كتر خيرهم انه وقفوا حدي وسندوني. بس دائما بنشوفك ماسكه بلبنان يعني، ما بدك تهاجري، حتى اجاك عروض يعني، في عرضين، العرض الاول انه انك تصيري نجمه اولى. لا هيداك مش لاني كنت متمسكه بلبنان، انا متمسكه باهلي. لانه كانوا لبعد سنه ليقدروا ياخذوا اهلي يعني. رفضت تصيري نجمه عالميه باوروبا؟ انا نجمه عالميه ببلدي، ما في شك. ما في شك ليليان، يعني ليك ما فيني انكر اللي بيقول لك انه ما بيفكر بيوم من الايام يندم انه ما فل. بلا انا مرقت بفترات ندمت اني ما فلت، بس هلا لا بقدر كذب عليك ولا على حالي ولا على الناس. انا صرت بعمر ما في ولا الا اي بلد بيخدني. بتخافي من بكره؟
فكر ببكرة يعني. أكيد نحن ما في شيء مأمن عنا، لا عنا أمان ولا أمن ولا طبابة. حرام لبنان يوصل لهون، حرام حرام هالخسارات كلها. تحكي كل يوم على السوشيال ميديا مع لبنان بفيديوز بتنزل؟ ايه اوقات بنزلهم. ايه وكان في ناس كتير تفاجئوا، في ناس قالوا لي ما حدا سبقك عليها. بنهار كنت كتير بكياني، كان خلص اختنقت من الحتمة، وانا بنت مبطيء الحتمة، فقلت هلا بدي قوم صور فيديو ما بعرف شو بدي احكي. رجعت قلت طب يا عمي اذا حكيت معهم مش عم بردوا، طب انا ليه ما بحكي مع لبنان؟ بدي احكي مع لبنان، خلص بدي احكي معه. طلع الفيديو وحكيت معه، ومن فتره لفتره بنزل. احمل التليفون واحكي مع لبنان، قولي له شيء. بس ما تطلبي مني الرقم، ممنوع اعطي لحد. قال بيصير يقولوا لي قولي لهم، بقول لهم كلكم فيكم تحكوا معه، شو ناطريني لاحكي معه؟ قال انا شنو تطلب؟ شو بدي اقول له هلا؟ قالوا لبنان وطني كيفك تقبرني؟ شو اخبارك؟ اشتقت لك. ايه ما قدرت اقول لك انا مع ديانا فخوري عم صور حلقه وهلا عم نحكي عنك تقبرني. ايه ما قدرت اطلع عليك امبارح بعيد الحب، سامحني، بس انت كل الحب. ليك بدي اقول لك شيء، بحبك من اول ما خلقت، بحبك بكل السنين الصعبه، وبحبك لما كنت اقعد بالملجا، وبحبك لما كان ينزل القصف، وبحبك بكل الأوقات، ورح ضل حبك لتخلص الدنيا. ايه تقبرني. يلا بكرة بقلك أمتين رح تنزل الحلقة تتحضرني. انتبه لحالك، الله يحمي لنا إياك. أنا شخصيا كتير أثرت فيني هيدي الرسالة. والقيمين على لبنان شو بتقلي لهم؟ ما بقى لهم شي، تعرف ليه؟ لأنه هني عارفين كتير منيح شو عم يعملوا وشو عم بيخططوا وشو عم بيرسموا. نحنا مين تنقلن؟ نحنا مين تيردوا علينا؟ بس هني كمان لازم يعرفوا إنه هني بنظرنا صاروا ما حدا. إن شاء الله يعرفوا هيدا، وإن شاء الله تكون رسالتك وصلت. مع إنه انتبه أنا كتير بحترمهم، ولما بحكي معهم أنا مجبورة أحترمهم، بس طالما هني ما بيحترمونا وشايفيننا برغش فيعذرونا، انتو ما عم بتخلونا بقى نحبكن ولا نوثق فيكن. خسارة. بعتقد بيستاهلوا تحكيون باللغة اللي حكيت فيها بوست بيروت هالمرة، لتسبي مرة تانية، لتكون تاني مرة بتسبي فيها. لا نحن مهزمين كتير ونحن ما منسبون، لو هني اخر همهم اذا منموت او منعيش او منلاقي حدا، ولو هن بيستاهلوا المسبه. ليان نمري بدي اشكرك، بدي اقول لك ميرسي كثير كثير. انا كثير انبسطت، بدي اياك تعرفي انه انا كثير مبسوطه اني طلعت معك. وانا كمان بنفس الوقت انا ما عم صور مقابلات ابدا هالفتره، بعرف، بس ما معقوله ما اطلع بألبوم حياتي، لانه انا بعرف انه بعد عمرا طويل رح تكون حلقة أرشيف حلوة كتير تنذكر. وما تنسى إنه الله يطول بعمرك، صرت من عائلة SBI. أنا من الأول بعتبر حالي من هالعائلة، والله يحميكم يا رب. أنا بشكرك، بس بدي منك عنوان لألبوم حياتك إذا كنت عم تكتبي مذكراتك. الحمد لله، الحمد لله، هيدي أحلى كلمة. شكرا لك ليليان نمري. مشاهدينا، هيدي كانت ليليان نمري الفنانة القديرة، وهذا كان ألبوم حياتها اللي اختارت له عنوان الحمد لله، وهيدي كانت آخر حلقة عبر شاشة الام تي في من برنامج ألبوم حياتي. بس هالبرنامج مكمل بموسم جديد أونلاين على SBI على بيروت سيتي فيسبوك، مثل ما انطلق كمان أونلاين عبر هالمنصة. انطرونا لكن بموعد جديد مع ضيوف من مختلف المجالات ضمن ألبوم حياتي، وتصبحوا على خير.